السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه 18 من بي تريبل ام بي، ووصلنا لثالث ام ماشين. وعشان نتكلم على مكن الحقن لازم نعرف نشاه البلاستيك واول مكنه حقن. الحكايه ابتدت من سنه 1868 لما انتشرت لعبه البلياردو في امريكا، وكانوا بيصنعوا كور البلياردو من عاج الفيل. وطبعا عشان يحصلوا على العاج ده كان لازم يصطادوا الفيل ويقتلوه وياخدوا العاج بتاعه عشان يصنعوه لكور البلياردو، لدرجة ان في السنة دي اتقتل حوالي 70,000 فيل، وكانت الفيلة مهددة بالانقراض. ظهر واحد اسمه مايكل فيلان، وده كان صاحب احدى مصانع تصنيع كور البلياردو، ولان بانقراض الفيلة صناعته هتكون مهددة، فأعلن عن مكافأة ثمنها 10,000 دولار اللي هيلاقي حل بديل عن العاج في تصنيع كور البلياردو. الموضوع ده عجب شاب اسمه جون حيات، كان عمره 28 سنة، فضل يشتغل على أبحاث وتجارب لمدة 4 سنين، لحد ما سنة 1872 وصل لأول تركيبة نقدر نقول عليها النواة الأولى للبلاستيك، وهي مادة السليولويد من تفاعل عشب الكافور مع نترات السليولوز. ولكن المشكلة ان المادة دي كانت سريعة الاشتعال وشديدة الاشتعال. الطريف في الموضوع ان بعد 4 سنين وبعد ما جون حيات وصل للتركيبة دي ما راحش عشان ياخد 10,000 دولار المكافأة، ولكنه أسس مصنع لكور البلياردو عشان ينافس بيها مايكل فيلان اللي كان السبب في ان هو يوصل للاختراع ده. وجدير بالذكر ان مايكل فيلان مات بعدها بسنتين تقريبا اتصدم. المهم ان على مدار سنين طويلة المادة دي ما كانش ليها منافس رغم خطورتها، لحد ما وصل دكتور ليو باكلاند سنة 1907 وعمل مادة الباكلايت اللي احنا كلنا عارفينها، بيتعمل منها مقابض الكنكة والطاسات. ومع دخول الثلاثينيات وتحديدا بعد الحرب العالمية الثانية توالت اكتشافات البلاستيك وخامات البلاستيك المختلفة، ودي صورة من النسخة الاصلية لأول نموذج لمكنة حقن بلاستيك اللي قدمها جون حيات بتوقيعه. وسنة 31 طور مهندس ألماني اسمه إيشنجرون بوشهولز النموذج اللي عمل جون حيات، وقدم نموذج أحدث لمكن الحقن، ودي صورة بتوقيعه من النسخة الأصلية للنموذج اللي قدمه. لحد ما وصلنا لسنة 1952 جه مهندس إنجليزي اسمه بيك وقدم نموذج جديد، وهو اللي يعتبر أقرب نموذج للمكن الحقن اللي احنا نعرفه النهاردة. طبقا لإحصائيات 2016 فصناعة الحقن تحتل لوحدها 32% من صناعة البلاستيك في العالم كله. وعشان نتخيل قد ايه صناعة الحقن منتشرة في جميع المنتجات حوالينا، فدي أمثلة بسيطة من المنتجات اللي بتصنع عن طريق الحقن، من أول أدوات المنزلية وصناعة علب التلاجة والشوك والمعالق والسكاكين والصواني والكوبايات والكراسي وباسكت الزبالة، من أول الاستخدامات المنزلية لحد الأحجام العملاقة اللي موجودة في الشوارع، وإقفاص الخضار والفاكهة بجميع أحجامها وأشكالها، وأغلب مكونات السيارات من البلاستيك الحقن، وأغلب لعب الأطفال من البلاستيك الحقن أيضا، والجرادل وبستلات البوية وغيره، وكمان بتدخل في صناعة الأساس. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أرجو نكون قدمنا حاجة جديدة النهاردة، وانتظرونا الحلقة الجاية وهنتكلم عن مكونات مكنة الحقن وفكرة عملها. نشوفكم الحلقة الجاية، السلام عليكم.